والاضطرابات الجوية تنال من فندق لينكون بمدينة الدار البيضاء، فبعد أن ظل مهجورا لسنوات يصارع النسيان، بناية الفندق الشهير بالمدينة تستسلم لقدرها. واجهة هذه البناية تداعت اليوم بسبب الرياح والتساقطات المطرية، ويعود تاريخ بناء فندق لينكون إلى بداية ثلاثينيات القرن الماضي، وكان الفندق وجهة مفضلة للسياح من رواد مدينة الدار البيضاء.